عندكش شكونك يقبلك نجمو احنا نهزوك ليه؟ ما يقبلونيش، حكاية فارغة، حكاية فارغة، ما يقبلونيش. ويه الحكاية؟ انت في سلينا غاديك عندك عائلة؟ عندي عائلة، مش يعملوا لي سكنة وتعبة. حتى في سلينا نوصل كي نمشي هكا تحلينيش قدام البلدين بيت، قدام البلدين بيت خضر. علاش؟ ما عنديش سكنة، ما عنديش دا. يعني من الصيف سامحني، وانت في البلاصة هذه؟ في البلاصة هذه. عسلامة. عسلامة. معك برنامج عالم الليل. صرف الله يخليك. شفناك تبت في الشارع، شنو هي السبب اللي خليك تبت في الشارع؟ وي ما عنديش دار، ما عنديش دار، ما عنديش مسكن. حتى في البلاد ما عنديش مسكن، تعبة ما عنديش مسكن، ما لقيت وين نسكن. انت مين بالضبط؟ انا اصلي همامي، نرجع من سيدي بوزيد ومنعيش في برا، في يعني في السليانة. انت من سيدي بوزيد عايش في السليانة؟ في السليانة عايش وغادي. العائلة وين بالضبط؟ والله العائلة كل يعني عائلتي كلها مات، وامي بابا مات، ومعنا وبقى اكجيل الصغير. الصغير ما مش قابل، ما نكذبش عليك، ما حبوش يقبلوني. علاه ما حبوش يقبلوك؟ ما عنديش مسكن، ما حبوش يقبلوني، رصخويه تعبه في السكنه. دربوك وين بالضبط؟ عندك دربوك؟ لا ما عنديش دار. ما عندكمش دار انتوما؟ ما عنديش دار. خاطر بابا كان قبل عنده الفلاحه كي كان صغير بيعها، معني قبل بيعها، قعد قبل وقت كان صغير كان كيري. بعد كي توفوا العائلة، معني ما توفى بابا وامي، ما عنديش نية تعبة في السكنة، ما عنديش دار. ما عندكش خويتة؟ ولا عندي، ما لكن كل حد لله في روحه. ما يعني كي عندك خويت ما نجيبش تمشي بحذا واحد منهم؟ ما بوش يقبلوني خويتك يا لما. باش يقبلوني، حاولت معاهم، عملوا لي سكنه، دبروا لي سكنه، حاولت معاهم، دنيت ما عندك مشاكل معاهم؟ والله لا عندي حتى مشاكل، ما هما الغالب ما نعرفش على ظروفهم، ما حبوش يعملوا لي السكنه، ما باش يقبلوني، تعبه في المسكن. انا ايش عندك خوات انت؟ عندي 3 بنات وخو. يعني انت قداش عندك في الشارع تو تعيش؟ والله عندي توم الصيف لهنا نعدي، يعني عندي برشا من الصيف لهنا قاعدة ساكنة هنا، خاطر نجي نعدي عند طبيب سقاية تعبين مرضى. وي ما عنديش سكن، اش نعمل؟ ما عنديش دار. اي مش معقول معناها مرأة كي وحدة كبيت في الشارع يعني. والله ليه محافظة على روحي، ما نكذبش عليك، انا هذوك ما يعسوا علي، ما غادي ما بيت يخدموا للصباح. تاع الكيوسك؟ تاع الكيوسك ما يعسوا، يقولوا لي يرقدي والحانوت هذاك يخدم من الصباح، ومغادي راجل يخدم، ما تعد عليه حد، ما نكذبش عليك، ما تعد عليه حتى حد، وانا محافظه على روحي، ما كلمني حد. وكي ترقد في الليل الصباح وتمشي؟ لا هكا نمشي نعدي عند الطبيب، ولا نخرج نقضي حاجه، ولا نمشي للطبيب. صح مضى على روحي. كيفاش تصرف يعني في النهار؟ في النهار اش نصرف؟ معنى نشركي من الناس. يعني عندك كيفاش فلوس؟ كيفاش تجيب فلوسك معنى؟ كيفاش تجيب فلوس؟ والله عندي ملحة، نعم عم قايدة في ملحة، نأخذ في ملحة، أما أو نديوي منها، نصرف منها نديوي منها. ملحة شهرية من الحاكم يعني من الدولة؟ عندي ملحة، ما نعدي بها عند الطبيب نديوي منها هكاها. الخطا هذه يعني نشوف كونك معناها توا داخلين على الشتاء يعني، والخطا نتاعك ما عندكش خطا؟ ليه سخونه الدنيا عادي، ما الدنيا سخونه. اي توا الدنيا سخونه، ما ماشيين في الشتاء احنا، وانت في الشارع. لان الشتاء يعمل لها دليله، ربي كريم كريم، واحد يحط ربي في بال ونكمل طبتي يعني، الله اعلم. ان شاء الله ان شاء الله. انت بتبيع تحب تحاول تلوج على مسكن هكا ولا مسكن؟ ما اخوي والله تعب حتى فيك الروحة، السليانة العباد مشي قابلتني، ثاني تعب ورس خوي تعب، ضايقة تعب كبير، ما نقول لك شي قديش صاير فيه تعب. ما عندكش شكونك يقبلك نجمو احنا نهزوك ليه؟ ما يقبلونيش، حكاية فارغة، حكاية فارغة، ما يقبلونش. ويهي الحكاية؟ انت في السليانة غاديك عندك عائلة؟ عندي عائلة، مش يعملوا لي سكنة وتعبة. يعني انت مشيت لهم قالوا كلام ما قبلوكش؟
حبوش معها، حبوش يحاولوا معايا، ما عندي السكنة. مون انا ما عادش نحب روحي نعيش وحدي رايبة. بيه ما لقيتش حل مع الدولة، مشيتش على الأقل وزارة الشؤون الاجتماعية، مشيتش للمعتمد، شكيت في السليان، شكيت قال لي معنا ما نعملوا لك، ما فماش هنا سكنة. يعني قلت لهم ما عايش في الشارع يعني؟ قلت لهم ايه، قلت لهم ما عنديش وين نسكن. قالوا لي خواتي ما عندناش هنا سكنة، ما نجموش نعطوا للعباد سكنة. يعني عادي تقعد في الشارع برا التونسية عادي عنده؟ هلا غالب ظروف تحكم يا اخوي، مش نقول لك ظروف، هلا غالب ظروف وستونس صعيبة لهنا. لكن عيب علينا بصراحة، مرة تونسية تبت في الشارع عيب علينا بصراحة، مش معقول. ما عندي السكنة هلا غالب، مني مش نجيب خوي دار، قول لي دراهم مني مش نجيب. ان شاء الله ربي السهل يا رب، ان شاء الله فما قلوب رحيمة تفرش فيك على الاقل تفعلوا معاك. عندك تليفون انت ولا ايه؟ نجم نحط رقم تاعك في البث الحلقه نتاعك؟ نسيش. لا من بعد نسيش تعطينا الرقم تاعك نحطوه في الحلقه. الفايده انت ان شاء الله معناها تستنى كون شكون نجم يعاونك باش يقالك على الاقل تسكن هكا ولا؟ عايش يدبروا لي دار، المهم يعطوني دار حتى اللي يجي اللي يقدروا عليه، المهم ما نقعدش هكا ما عنديش تعبه. انا كي نروح السليانه زاد راني تعبه، نوصل في السليانه، نوصل من بيت قدام البلديه ما عنديش دار. خاطر ذاك يدز وذاك يدز وذاك ما يقبلنيش وذاك عمل لي عركة، قلت ونسكن. شكون يعرف فيك؟ معناها كيما نقول الخو ما حبش يقبلني، الأخت زادا كيف عنديش دار في السليانة، وصلت بيت في الشارع كيما هاك. حتى في السليانة يعني؟ حتى في السليانة نوصل كي نمشي هكا نتيح لي نجي قدام البلدين بيت، قدام البلدين بيت. خضر علاش؟ خضر ما عنديش السكنة، ما عنديش دار. بيه العبيد تو في الليل كي تعديو من هنا معناها متعاطف معاك ولا؟ والله ما يكلمونيش، يحترموني وانا نحترم الناس، ما حد دار بي. ليه يعني جيران لهنا ما يعاونوك ماكله وحاجه هكا؟ هانو هذاك ساعات يجيب لي ماكلة، راجل نعرفوش من غاديك يجيب لي ماكلة، تعدي يقول لي يعني مش نجيب لك عشيك، كثر خيره ويرحم والدي. يعني ثم التعاون مع شعب من الشعب التونسي يتعاطفوا معك؟ واحد برك هاك يجيب لي ماكلة وقها واحد برك كثر خيره يجيب لي ماكلة من غادي ما نعرفوش. يعني من السيف سامحني، وانت في البلاصة هذه؟ في البلاصة هذه خاطر تعبة في السكنة، ما نكذبش عليك تعبة، ما عنديش دار. ان شاء الله يا ربي نبثوا الحلقة نتاعك، ان شاء الله صوتك يوصل، وان شاء الله نلقاو قلوب رحيمة على الأقل، وإلا تفاعل من الدولة التونسية على الأقل، يشوفوا مرة تونسية هنا ينجم يعاونوك حل قلب مسكن وين تكن فيه راسك بحوله. عايشك عايش خويا، ربي فضلك. تحب تقولهم كلمة أخيرة؟ نشكر تونس وربي بقي خير على تونس ويرحم تونس، هذاك هو الشعب التونسي. شقول له شعب تونس؟ نشكر الشعب التونسي الكل، نشكره الكل. يعطيك الصحة وبارك الله فيك. عايشك بك على روحك. عايشك.